ください。واللي بدون درسين خليه، بس اللي مش حابب يحط درسين وعايزه بس النوتيلا مش حابب نكهه الدرسين ما تدحرجوهاش في الدرسين. بصراحه بالدرسين فظيعه. بس يا رب تكون عجباكم الطريقه والفكره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ طبعا انا عملت معاكم العجينه نفسها بتاعه السبرينج رول، وشفنا العجينه قد ايه جميله جدا جدا جدا، وعملت لكم نزلتها معاكم. وعندي انا العجينه دلوقتي جاهزه، فهعمل معاكم بيها لفائف النوتيلا. تمام، هعمل معاكم بيها لفائف النوتيلا بتبقى خطيره. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. عندنا احنا العجينه نفسها، طبعا انا منزلاها وهنزل لينك العجينه هنا في الحلقه دي. تمام، هتاخدي العجينه بتاعت السبرينج رول بتاعتك وتقطعيها كده، شوفوا، وزي ما قلنا نقدر نحفظها كده، بحيث انك تطلعي تعملي عايزه حاجه تعمليها على طول، مش محتاجه ان انت تقفي من اول وجديد تعمليها. وهتاخدي النوتيلا بتاعتك، عشاق بقى النوتيلا بقى يجوا، وتوزعيها وتلفي كده. ترتلي وهكذا في بس. هعمل الكميه كلها كده وهوريكم دلوقتي وهنحمر. عندي هنا حاطه رشه كده، رشه درسين، وهناخد حطينا زيت يحتر، هناخد اللفائف بتاعتنا لفائف النوتيلا وهنحمرها عادي. طعمها بتبقى خطير 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 خطير، بالذات اللي بيحبوا النوتيلا هتعجبهم قوي. ودلوقتي كده هي اتحمرت خلاص عندي، وهنا رشيت انا درسين، هاخد من هنا صفيها كويس وادحرجها كده هنا في الدرسين بالشكل ده خالص. اللي ما بيحبش نكهة الدرسين يطلعها على طول على التصفية من غير ما يحط. انا هخلي كده شايفين الجمال، شايفين خطيره ازاي، بجد بجد تحفه تحفه تحفه. والدرسين اللي بيبقى عليها ده بيديها طعم تاني.